السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير إذا كان عندكم مساء، وإذا صباح صباح الخير. كورنيش عين دياب. الصباح تقريبا الساعة 9:30. طبعا كورنيش عين دياب كازا. سبحان الله، مش هتصدقوا كمية الناس اللي جايين يسووا رياضة. يعني حاجة ممكن تشوفوها في الخلفية معايا، ما شاء الله تبارك الله، شيء يفتح النفس. يعني الجو جميل جدا، لكن الشمس حقيقة محرقة. فرق كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، سبحان الله. الآن كمان الأعداد خفت شوية، ولا كانوا سبحان الله كمية كبيرة من الناس يسووا رياضة. هذا الشاطئ، شوفوا كده مع بعض. نشوف، سبحان الله. طبعا اليوم جمعة، الظاهر اليوم عيد العمال، هي أعتقد هي عيد العمال، ف إجازة، فالناس كلهم يعني مؤجزين. يعني اللي ما له نفس يسوي رياضة وزي كده، لما نشوف المجموعات هذه والناس كلهم يعني اللي بيمشي واللي بيجري، كبار السن صغار السن، يعني حقيقة شيء روعة. يعني الواحد نفسه تنفتح كده للرياضة ويسوي الكلام بيروح. يلا أنا أسيبكم مع المناظر شوية و جماعة لا تنسوا لايك. ها، هذه مرة نسيت أسوي لكم بإيدي كده، و يعني أنتوا خلاص عارفين الموضوع. يعني طبعا هذا كورنيش امتداده،